عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضلت الشيخ؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. طيب يا ست محمود لو سمحت بعد إذن ممكن توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون؟ ماشي وطي التلفزيون شوية. فينا بسيط. أيوه. اتفضلي. أيوه فضلت الشيخ. عندي جارتي رجلها مبتورة وعايزة مش عارفة تصلي يعني. عايزه تصلي ومش عارفه عشان بيشيلوها ويحطوا فيها. نعم. فانت بتتكلمي دلوقتي على الوضوء ولا بتتكلمي على كيفيه الصلاه؟ على الوضوء وعلى كيفيه الصلاه. طيب فين سؤالك بقى في الوضوء؟ على هي مش هي ما بتقدرش تتوضى؟ ما هي بترلها رجليها. طيب. وطبعا هيشيلوها ويودوها فهي يعني ايه نفسها تصلي بس مش عارفه يعني قاعده عند عيالها من هنا لهنا متشحططه. فقلت لها اسالك فضيله الشيخ. طيب على دماغي على راسي ربنا يجمع لها بين تمام الاجر والعافيه فوق الله. دماغي من فوق ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني هو ده حضرتك. شكرا. طيب بصي بصي يا حاج ام محمود اولا هي تعمل ايه اذا كان اولادها بيكونوا موجودين وبيقدروا يخلوها تنتقل عشان تتوضى وهي قادره تروح تتوضى تتوضى وممكن تجمع ما بين الصلاتين بوضوء واحد. مش قادره تتوضى تتيمم تجيب حجر كده جنبها وتروح ضربه عليه ضربه وتمسح بيه وجهها وضربه تمسح بيها ايديها وتتيمم. فاذا اذا ما كانتش قادره ما فيش حد يوضيها او هي مش قادره تتوضى تتيمم خلاص كده وما تنقطعش عن الصلاه ابدا وتصلي على هيئتها. مش قادره تصلي واقفه تصلي قاعده او تصلي براسها فتصلي على كل حال. واذا كانت مش قادره تتوضى تتيمم خلاص كده عشان بس ايه لا تتوقف ابدا عن الصلاه. نعم.